اسمي رغد وسأروي لكم قصتي، لكن قبل أن أبدأ عليكم أن تعرفوا بأني لست أنا من سيخبركم بنهاية القصة، فلو كنت قادرة على ذلك لما كانت أمي الآن تذرف الدموع. أنا طفلة صغيرة كنت أعيش في مدينة إب اليمنية. عشت طفولتي في منطقة تحتضنها الطبيعة من كل جانب. رسمت أحلامي بين الحقول الخضراء وسمعت الأشجار ضحكاتي وشهدت الأرض على قفزي عليها وأنا ألعب. أحببت مدرستي وأحبتني الأزقة التي مشيت فيها وصولا لمقعد الدراسة. ما أجمل ذلك الحضن الذي كانت أمي تستقبلني به بعد الوصول إلى المنزل. ما أطيب كوب الشاي الساخن الذي كنت أشربه بين إخوتي. ما أسرع تلك الساعات التي أقضيها بين ألعابي. كل شيء كان يسير على ما يرام إلى أن خطوت أول خطوة في طريق لا رجعة فيها، ويا ليتني لم أفعل. رغد رغد، صاح والدي وهو يدعوني للجلوس بجانبه. أخبرني بأن رجلا يريد الزواج مني. لم أفهم حينها ما الذي يعنيه بالزواج، فأنا الطفلة التي تسحرها ألعاب الفتيات وتسلب عقلها أدوات الزينة والملابس. حالي كحال كل الأطفال. في إحدى غرف المنزل كان يغلق الباب، وهناك كانت أمي تخبر أبي برفضها لتزويجي، ولكن كلماتها ومخاوفها ذهبت أدراج الرياح. أصبح عمري 12 عاما، وفي اليوم 17 من نوفمبر 2017 تزوجت فعلا. من كان زوجي لم يكن طفلا ولا شابا يكبرني بسنوات، بل رجلا عجوزا. إذا ما شاهدته بالطريق كنت لأقول له يا عم. أغراني ذلك العجوز هو ووالدي بالألعاب والملابس الجميلة الفاتنة، وقبلت بالزواج به. لم أكن أعلم بأن والدي سيتقاضى الأموال من زواجي بذلك الرجل حتى يقضي ديونه. وفي يوم الزفاف كنت أبتسم فرحا وأتخيل منزلي الجديد وهو مليء بالألعاب والملابس. لكن لم أكن أفهم لماذا كانت أمي حزينة، ولماذا كانت النساء تتحسر علي بنظراتهن. عندما تزوجت لم أكن قد تخطيت مرحلة البلوغ، واستمر زواجي 3 سنوات فقط. في العام الثاني من الزواج حملت بطفلي، وكان جسدي غضا طريا، فأنا الطفلة التي انتظرت رضيعها 9 أشهر. لا تنتظروا رغد كي تخبركم ببقية قصتها. رغد الآن تحت القبر. مات جسدها الذي لم يتحمل آلام الولادة. لم يتبقى منها إلا رضيعها الذي بات يتيما الآن. أنا والدة رغد، أم الطفلة التي ظلمها والدها، والتي من أجلها تحملت الضرب والإهانات لأنني رفضت تزويجها. رغد تركت صدمة في قريتنا بعد موتها. يشتاقها الآن رفاقها الأطفال، ويبكيها مدرسوها الذين انتفضوا في وجه عائلات أخرى أرادت تزويج بناتهن الصغار. هل تعتقدون أن محنتي انتهت؟ بالتأكيد لا. فابنتي الأخرى رهف، وهي شقيقة رغد وعمرها 11 عاما، والدها أجبرها هي الأخرى على الزواج من زوج رغد حتى تعتني بطفل شقيقتها اليتيم. زفاف رهف كان أشبه بالعزاء، وتخشى رهف من نهاية شبيهة بنهاية رغد. أما أنا فأمضي أيامي ودموعي تتساقط على صورة رغد التي أحملها. تو
تشير بيانات الأمم المتحدة والحكومة اليمنية إلى أن نحو 14% من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل بلوغ سن 15 عاماً، 52% يتزوجن قبل سن 18 عاماً. في بعض المناطق الريفية تتزوج الفتيات في سن يصل إلى 8 أعوام، وأحياناً تجبر الفتيات على الزواج من رجال أكبر منهن بكثير.